طيب هروح لبيان اللجنه الاولمبيه. النهارده الصبح قمنا كلنا من النوم، احنا بنجهز دنيتنا والامور عشان ماتش النهارده. طبعا طلع بيان من اللجنه الاولمبيه المصريه، خليني اقراه لحضراتكم. بيان اللجنه الاولمبيه المصريه بالاشاره الى ارتفاع معدلات الاصابه بفيروس كورونا بناء على التقارير المعلنه من وزاره الصحه المصريه في الاونه الاخيره، وبالاشاره الى قرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات والافراح وسرادق العزاء في القاعات المغلقة، وبعد مراجعة أكواد وزارة الشباب والرياضة المنظمة لاستئناف النشاط الرياضي في ظل جائحة كوفيد-19، فإن اللجنة الأولمبية المصرية قررت الآتي: 1. تعليق إقامة جميع المباريات التي تقام بالصالات المغلقة اعتبارا من تاريخه، اللي هو تاريخه كان يوم 26/12، ويسمح بإقامة البطولات في حالة قيام الاتحاد المسؤول عن اللعبة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واستخدام نظام الكبسولة المغلقة التي تنص على وضع جميع الفرق المشاركة في البطولة في فندق واحد طوال فترة البطولة، وعمل المسحات اللازمة لهم جميعا بشكل دوري للحد من انتشار الفيروس، وذلك تحت إشراف ومتابعة رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد والتقرير الرسمي معتمد من سيادته من رئيس الاتحاد. 2. لا تقام البطولة إلا بعد اعتماد الإجراءات الاحترازية من اللجنة الطبية بالاتحاد واللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، وتحديد مكان إقامة البطولة ومكان إقامة اللاعبين ووسائل الانتقال من وإلى مكان الإقامة ومكان المنافسة. يلتزم الاتحاد بتسليم نتائج المساحات لجميع المشاركين في الحدث من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وحكام إلى آخره، على أن يتم عمل المساحات من خلال جهات معتمدة ولا يسمح بدخول أي فرد إلى مكان المنافسات بدون نتيجة المسحات. تعليق إقامة أي تجمعات للمنتخبات الرياضية، ده 3. تعليق إقامة أي تجمعات للمنتخبات الرياضية أو المعسكرات إلا في حالة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واستخدام نظام الكبسولة المغلقة للاعبين المقيمين بالمعسكر أو التجمع، مع الحفاظ على نظام المسحات الدورية. تحدد دورية المساحات بواسطة اللجنة الطبية بالاتحاد واللجنة الطبية للجنة الأولمبية، واللجنة الأولمبية المصرية واللجنة الطبية بها ترجو من جميع الاتحادات والفرق الرياضية الالتزام بالتعليمات حرصا منا على سلامة الجميع أبناءنا من الرياضيين وحتى انتهاء هذه الجائحة.